غادي في خاطر الرئيس عبد الله، هذه البلوطه ديال البارح واليوم في الصباح بلونسين، ونتمنى من الله تكون الخاديه مزيانه. بالك صغير هذا. تبارك الله، شو ما شاء الله ما شاء الله، هذا جا البركه. المهم كوم ديبي راه بخير. نسلم عليك، نسلم عليك. لا ما نسلمش عليك. بغيتي تقولي لا لا، بغيتي تقولي شي حاجه للناس اللي كيشوفوك. السلام عليكم اخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير، كل شيء يكون وداك. ايوا الحمد لله مازالين في هذه الرحله ديال الصيد. خرجنا من بيرقندوز واتصلت بواحد الرئيس اخ جزاه الله خيرا، سي عبد الله من مدينه اكادير. تحيه لك خويا. وجينا لهاد المصيدة هذا غندوزو فيه ان شاء الله اليوم، واليوم في النهار والليل وغدا حتى العشيه ان شاء الله، وغادي نديماريو في اتجاه اكادير باذن الله. نقدروا نسترحوا عاوتاني في شي مصيد اخر في الطريق، ولكن مع تيسير المولد. المهم تحيه لك خويا عبد الله من هاد المصيدة هذا الرائع. واش غادي يبان مزيان؟ اياه والله يجيبها سمينة. وتحية للرئيس المهدي ولد مدينة اكادير كذلك، اللي تلاقينا مع مسكين في برباس، اللي قال لك راه الفيديوهات ديالكم اللي جاوا لي برباس. ايوا نتمنى من الله الاخوان صراحة هادشي كيفرح فاش كتلاقى مع المتتبعين ومع الرياس اللي كيتفرجوا فينا، وكيكون مشى لواحد المصيد على انه شاف كتمشي لهذاك المصيد ومشى ليه. ونتمنى من الله يكونوا الفيديوهات اللي غتشوفوا معنا يكونوا مزيانين باذن الله. يلا تحيه لكم. غادي نمشيو دابا عند الاخوان سي عبد الله وسي اسماعيل، وجدوا لنا الغدا لتحت. هيا قلبنا الكاميرا، نهز الخبز والماء ونهبط عندهم. يا بسم الله. زيت المياه. بسم الله. مصير جد رائع. بغيتي الجروفة، بغيتي لا بلاج. انا صراحة مازال ما وصلتش، جيت نعس مع البارح بيت سهران كامل، الليل كامل سهران في كاب برباس حتى الصباح. صافي جيت عييت تكيت، ولكن مشى سي عبد الله وسي اسماعيل الحمد لله كاين الحصيله، كاين الشرغوك. سي عبد الله قطعت عليه شي حاجه كبيره، تقدر تكون الكوربين لان ما وقفاتش. ما فيهم كاموفلين الدراري. بسم الله. سي عبد الله المسيب. من الروعة بمكان. المهم ما درنا لا كيدو لا والو، تكاموفلينا هنا. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طويجين لاباس. الله يلاه بصحتك اخويا. شو عند الرئيس عند عبد الله خدام ديال البلوطة. اي والله ميسر. شوف راه يشرب اتاي بون سونتر معاك سبا بيلوطا. بصحتك اضرب شي شرغو دابا مزيان ياك؟ كاين شي شرغو زوين؟ ضرب شي شرغو زوين؟ كم موسى هو هذاك. تبارك الله بالك صغير هذا. تبارك الله، شو ما شاء الله ما شاء الله عندك. عندك
ايوا بصحتك اخويا. المهم خريدي لا كاينه. ها انا جا البركه. المهم كوم كوم ديبي راه بخير. بسم الله. ها صبر خدام مصيد زوين. مصيد زوين. إذا كان الكراندي بالليل راه مزيان. هذيك لا بلاج اللي كتبان لي خصنا نشوفو مع لا بلاج. ماشي لا بلاج هذاك الواد. أييه. السلام عليكم إخوان. منظر ولا أروع. مصير جميل جدا. كنشكرو ديما الرئيس عبد الله من أكادير. الرئيس اللي مكيوقفش علينا. مع المطور الخضايا. ندوزو في هاد لابلاج هادي. طوموبيل بلاصينا على الفوق. ايوا نهزو الكسيبات و نتوكلو على الله. لونسي مع النور ان شاء الله. و بالليل هاد ليا مزال عندي السي بي هي لي خدامة بالليل. السر ديال شوية خليل ولكن السي بي تبارك الله كيضرب عليها الحيط. ايوا مع هاد الغروب هدا حنا في لونسين و نتمناو من الله تكون القضية مزيانة. البوادر ديال الحوت راه كاينه. هاي تكرم شويه الريح هذا غتكون قضيه مزيانه ان شاء الله. هادي بخاطر الرئيس عبد الله. هادي البلوطة ديال البارح واليوم في الصباح. سير هادي درنا فيها شي لونسي ما دار معنا والو با عبد الله. ها كاينة الربيعة. الله ييسر الامور ونحزم الرحله ان شاء الله الى مدينه اكادير في انتهاء الرحله. الحوت ما واكلش مزيان في هذه الخرجه هذه بزاف ولكن ضروري كيجيب الله التيسير كيجيب الله الخير الحمد لله. صافي درنا لعبه درنا الفوق نكسب تا هو هذه اللحوه دابا ان شاء الله. ايوا الله ييسر. السلام عليكم اخوان. من بعد ما دوزنا البارح النهار كامل هنا والليلة في المصيد ديال السي عبد الله بمدينة أكادير. تحية ليك خويا. كما نقول لك شكرا جزيلا. رحنا درنا هنا البيلوطا لونسي ما دار معنا والو. البيلوطا جاب لها شوية ديال التيسير
سيدنا شري غوات وحلامه ولكن الكربين داكشي مازال ما باعش لان كاين الربيع اخويا عبد الله في لاباج وصافي نتمنوا ان شاء الله دابا حنا عرفنا مسير جزاك الله خيرا مره اخرى ان شاء الله نجيو ليه شي وقيته تكون القضيه مزيانه ايوا غادي نتوكلوا دابا الله ان شاء الله نشدوا الطريق ديريكت لاكادير باذن الله كما عرفتوا اخوان المنزله كانت شويه صعيبه وكان داز واحد العاصفه في برباص راه تقريبا يومين نقول ما صيدناش المهم الحمد لله كما بغى يكون الحال ديفو لينا شويه المهم هو اننا نبدلوا الجو ماشي ديما الحوت هو اللي مهم ولكن ربي ما كيخليكش عاوتاني بلاش جاب الله شويه ديال التيسير صيدنا شويه ديال الحوت تما ونتمنى من الله مره جايه ان شاء الله وتحيه لجميع الرياس واش كاين ياك لاباس غير ليا خويا مصطفى ان شاء الله ان شاء الله مركز بير قندوز سبيله يا مقيله ان شاء الله خليني ماشي مشكل هانيا واش بغيت راه لقيت لي طيب ليا ويقعد ليا كلشي سي باقي ما شاء الله البركه الله يرحم الوالدين الله يجعل عليك في الميزان المقبول عندك مع تسع عايد ها اشنو غادي نبقى للاخر ان شاء الله في هذه الخرجه اييه هذا هو المشكل ما عرفت هذه وقيله ولا طاجين هذا غدا وفطور دابا انت يسول عليك كولو ايه بان لك مقله بولا بان لك طاجين كولو الشتا ديال الجمل ما حمل تبارك الله دير ارقا ندير ايه يا خويا هذا الصندوق هذا رجعوا الطاجين رجع لعند البلاد حتى لا هذه مصطفى خليها خليها بدات تشم الريحه اسمع لا بقوا هذاك الفاس قطع في هذيك الكيميكا ديال الزبل فين درتيها عندي لا هاي لا بين نقول لك واش نفس المذاق ولا لا ولكن عندي لايك مشكل ما فيه الريحه حتى مصطفى الله حنا في الخرجه ديال الكلميم بسم الله تشوفوا الرياض ديالنا اللي جايين ناعسين السلام عليكم السلام عبد الله واش راك تعمل اخويا اي بالي راك بديتي ها راك بديتي واقيلا ياك اسيدي بصحتك مكاموفلي تما اسماعيل خويا ارتاح حتى اخويا شويه اسيدي يا سلام ياك الله اسيدي مزيان جبتوا لي النعاس نفطروا ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين
البطاره في كاينه. غادي نكملوا الطريق ديالنا ان شاء الله، وغادي تكون يكون هذا اخر فيديو ان شاء الله الى رحله قادمه باذن الله. نتمنى ونشوفكم بخير يا الله. اللهم يسر في امان الله وحفظه. السلام عليكم اخواني الرياس، نتمنى كل شيء يكون بخير، كل شيء يكون مزيان. الحمد لله على كل حال، هذا الفيروس هذا اللي ضرب البلاد وضرب العالم كامل، فبحالي بحال جميع المغاربه انا جالس في الدار. وانا كنمونطي في الفيديو ديال كاب برباس، وقلت ما فيها باس في الاخر ديال الفيديو ندير واحد الميساج يكون لجميع الاخوان المغاربه والعرب وكل شيء. بالنسبه لهذا الفيروس كورونا، الحمد لله على كل حال كيف ما قلنا نقضيو عليه بالوقايه، هذا هو السلاح الوحيد اللي كاين دابا، لان الخطوره ديالو هو في الانتشار، الطريقه باش كينتشر. نجلس ان شاء الله هاد السيمانه ولا جوج في الديور ماشي مشكل، وان شاء الله من بعد ترجع الحياه المجرى ديالها. احنا كمغاربه الحمد لله الدوله خدات واحد الاجراءات اللي هي استباقيه، وصراحه المغاربه بزاف عجبتهم هاد الاجراءات كامله ديال اننا نديروا الوقايه احسن من الله يستر نطيحوا في المشاكل وينتشر بزاف. فالحمد لله لحد الان ما كاينش بزاف ديال الحالات، ونتمنوا من هنا جوج سيمانات يكونوا الحالات قلال ونقضيو عليه ان شاء الله. من بعد ما يمشي الفيروس تبقى غير هضره، غادي نكونوا كسبنا واحد العادات اللي هي جيده، كانت ممكن تكون شحال هذه قبل، ولكن دابا عرفنا القيمه ديالها. انا الواحد يغسل يديه بزاف صابون، يحاول ديما النظافه راه مزيانه، لان فاش تكون النظافه ما كينتشرش في الجراثيم وفي الميكروبات. كما قلنا الحمد لله الدوله ديالنا خدات هذه الاجراءات اللي هي استفدت من الاخطاء ديال الدول اللي هي دول كبيره ودارت اخطاء تعطلات شويه، والنتيجه ديال دابا كما كنشوفوا في ايطاليا في فرنسا في المانيا كنشوفوا اعداد كبيره ديال الناس الضحايا. والحمد لله كنتمنى كيف ما الدوله خدات استفدت من الاخطاء ديال الدول الاخرين ودارت الاجراءات الاستباقيه، يكونوا حتى في مثلا في المجال الصحي ولا التعليمي، ولا نشوفوا الدول اللي سبقونا ونشوفوا فين وصلوا والاخطاء اللي طاحوا فيها، ونحاولوا نيفيتيو دوك الاخطاء، نتجنب دوك الاخطاء، وراه غادي نوصلوا الا درنا هكا. ديك كوبي كولي راه زوينه كتنفع الا كان شي حاجه مزيانه. ونتمنى الاخوان الله يحد الباس والله يشافي الجميع، وتحيه لكم كاملين. وان شاء الله راه الاء قلت لي غندوز معك واحد الميساج هي غادي تجي دابا، وغادي نصور مع واحد المقطع. الاء عما بابا لاباس؟ لاباس. اجيتي بغيتي تقول لي شي حاجه تقوليها للناس ياك اللي كيشوفونا؟ اياه. يلا قوليها لهم. ها ما تخرجوش ديالكم راه كاين الفيروس، بداو باجدي ما غاديش يخرجوا. باجدي ودادا تما ما خصهمش يخرجوا. لا كاين فيروس. فيروس ها اوكي. وبغيتي تغني لهم شي حاجه؟ اياه. نخدم لك هذيك اللي بغيتي؟ اياه. يلا ديري لهم سلام. يلا تحيه رياسيه والله يسهل عليكم، وان شاء الله سيمانه جوج غادي نخرجوا الصيد باذن الله.